كثير من التقارير تقول بأنه العراق في 2040 لن يجد ماء، وأن المياه الجوفية التي ستكون فيه هي إما لا تصلح للاستهلاك وإما ستكون قد نفذت، وبالتالي لن يصلح العراق للعيش. توقعاتكم أنتم أستاذ عون؟ والله هذه طبعا هي نظرة تشاؤمية حادة جدا، لكن أنا الشيء اللي أقوله أنه هذا منطق. هناك نمو سكاني، زيادة في السكان في كل الدول، ليس في العراق وسوريا وتركيا وإيران، والمياه نفس المياه ما تزداد، هي المياه هذه ولربما تنقص نتيجة التغيرات المناخية. إذا حاجة الناس راح تكون أكثر مما توفر من مياه. لكن هنا النقطة الحيوية، شلون نفكر لإيجاد مصادر بديلة، شلون نفكر لتقليل الفجوة بين احتياجاتنا وما متوفر. أستاذ مهندس، أنا أفهم بأنك لا تريد أن تعطي، أنا أفهم بأنك لا تريد أن تعطي وجهة نظر متشائمة، ولكن أنا أتحدث عن تقارير، تقارير أممية تحذر، تقارير مراقبين يحذرون ويقولون عام 2040 لن يكون هناك على الأقل ماء في العراق، أو سيكون شحيح جدا. توقعاتك؟ لا يكون ماء في العراق، لأن احنا الحقيقة ما يزال الواقع، خاصة البعض يقول ستجف دجلة. لا لن تجف دجلة،